قلت فيها ما أجمل إطلالتكم ما أجمل إطلالتكم ما أروع ابتسامات النجاح المضيئة على محياكم ما أروع ابتسامات النجاح المضيئة على محياكم شرفتمونا جميعا وشرفتم أسركم رفعتم العلم الأزرق في وجدانكم ونقشتم حروف أسمائكم ذهبا على شهاداتكم ونقشتم حروف أسمائكم ذهبا على شهاداتكم نعم قرأتها نعم قرأتها صباحا وبكل فخر نعم قرأتها صباحا وبكل فخر لقد تفوق ابن وطن الصومالي ونالت مراتب العلا بنت بلاد الصومالية جعلتم وجوهكم مشرقة لقد جعلتم وجوهكم مشرقة وقلوبكم بالأمل عامرة نحو العلا ماضية وبحب الوطن متحمسة نعم أنتم فخر الأمة نعم أنتم فخر الأمة وعزها المفقود نعم أنتم فخر الأمة وعزها المفقود أنتم مصنع الهمة ونبراسها المعهود أنتم الشمعة المضيئة أنتم الشمعة المضيئة بين ظلمات جهل القبيلة وقسوة الإرهاب المنبوذ أنتم الشمعة المنيرة بين ظلمات جهل القبيلة وقسوة الإرهاب المنبوذ لقد اجتهدتم وكافحتم ثابرتم ورفعتم هاماتكم وحققتم أغلى الأمنيات انظروا لأهاليكم هل تسمعون دقات قلوبهم انظروا لأهاليكم هل تسمعون دقات قلوبهم وكأنها تعزف سيمفونية الفخر على وقع بيتهوفن وموزار انظروا لأهاليكم هل تسمعون دقات قلوبهم وكأنها تعزف سيمفونية الفخر على وقع بيتهوفن وموزار هل ترون لمعان الدمع في أعينهم هل ترون لمعان الدمع في أعينهم إنها دموع الفرح وسهر الليالي من أجل توفير راحتكم والحمد لله جعلتهم سعداء بكم فخورون بإنجازكم ولم يذهب تعبهم هباء المشوار لم ينتهي يا أحبتي من نال الثانوية فالجامعة سبيله ومن نال الجامعة لابد أن تكون الدكتوراه هي حلمه واصلوا مسيرة العلم والنور يا فرسان الأمة فمقديشو وهرجيسة في انتظاركم وبوصاصو وكسمايو تبحثوا عن خبراتكم وجالكعيو ولاسعانود تفتشان عن إبداعاتكم كل قطعة في وطني تناديكم الصومال بحاجة لكم الصومال بحاجة لكم الصومال بحاجة لكم